بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوجه إلى مشعر عرفات للوقوف فيه وقضاء يوم عرفة وتأدية ركن الحج الأكبر بعد قضائهم يوم التروية وليلة أمس في منى. وأدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد النمرة اقتداء بالسنة النبوية. رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي أكد أن حجاج الكويت توافدوا إلى عرفات بسلام دون أي مشاكل، مضيفا أن الأوضاع في جميع حملات الحج الكويتية مطمئنة.